اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية رب. حبيباتي الغاليات، دابا آخر شهر و بعد غدا أول شهر إن شاء الله لهذا. حبيباتي خصكم تراجعوا مذكراتكم وراجعوا شنو اللي حسابات ديالكم، مذكرات ديالكم اليومية، راجعوا الأشياء كلها اللي شريتوا، جمعوها مثلا اللي كتشري الخبز كدير الخبز وتجمع الحساب شحال شريت هذا الشهر كامل، البوطه الطاكسي كتشدي مواصلات هدي. وغادي تراجعي نفسك تشوفي الحاجه اللي انت هذا الشهر 10 استهلكتي فيها الاموال كثيره، هنا راجعيها، مراجعه المذكره، مراجعه الحسابات، شنو هو اللي نفقنا عليه الفلوس بزاف وهو نقدو نراجعو نصلحو هذا نصلحو الاخطاء ديال هذاك الشيء، مثلا الحاجه اللي صرفنا فيها بزاف ديال الاموال وكاع عندنا الامكانيات باش نصلحو الاخطاء ديالها، مثلا قلنا في العجين او في المواصلات او في الاكل، شراء الاكل جاهز او هذا، وحنا عندنا امور اساسيه ضروريه محتاجين لها المال، ولكن صرفنا انفقنا المال في اماكن اخرى لا يعني لا تستحق، وفي اخر الشهر رينا انفسنا مديونين او خصنا عندنا عجز، تقاد الباتري مشيت نبدلو وهو كيعرف المذكره ديالي، كيعرف الدفاتر اللي كنسجل فيهم وكيبغي يكون مشاغب، كيجلس لي عليهم زعما راني باش نقول لي حيد يدلع عليا. قلت الاشياء اللي غادي تخلينا عندنا عجز مالي، العجز المالي كتوقع فيه دول ماشي غير اسر او ناس، كتوقع فيه حتى الدول اذا كان يعني ما عندهاش ما مقداش الميزانيه ديالها، ما مقداش الصرف او كتصرف اكثر من الدخل ديالها. الناس فاش كتكون تصرف اكثر من الدخل ديالها هذا خطا، هذا غادي يؤديكم للديون. دابا بزاف ديال الناس كتقدر تشري بدون فلوس، تشري الاشياء بدون يعني بدون فلوس، غتقولي يمكن كتمشي دابا مثلا الاسواق الكبرى كتلقاي آلة تصبين، ثلاجة، تلفازة، سيارة، عطى الله أشياء كتباع، ملابس، عمليات تجميل، بزاف الأشياء تقدري ديريها كريدي، كيسهلوا عليك في الأول، كيفتحوا لك البيبان وجوج يجيبوا لك الورد ويجيبوا لك عصير ويبقاو معاك حتى توقعي هذوك الأوراق وتشدي هذاك السلف، هذاك الدين. من هنا الشهر الاول الشهر الثاني كيبداو يوروا لك الوجه ديالهم الثاني، هذا هو الشراء بدون فلوس في البدايه، ولكن في الاخر غير في بعد شهر شهرين كتندمي ندم شديد. وهنايا هو الانسان كيزينوا له، كتقول انا ما عندي فلوس وقدام يعني نقدر ندير هذه، انا ما عنديش دابا فلوس نقدر نشري ثلاجه وغيحيدوا لي غير 400 درهم للشهر ايه وكريدي بالمجان، وتبقى انت تحسبيها في راسك وتجيك تقول لا زوين والثلاجه زوينه وما غاديش نلقاها الشهر الجاي، او من هنا لشهرين كيقولوا لك الفرص محدوده، هذا عندنا محدود، وكتقولي لا ما غادي نلقاهاش، وكتزين لك يعني صافي كتشوفيها في الكوزينه ديالك ديك الثلاجه وكتشوفيها مقاده وتشوفي داك الشيء، هو هذاك كتمشي كتدينيها كتولي تخلصي اكثر من داكشي اللي كانوا قايلين دايرين معاك، واصلا انت شريتي ما عندكش فلوسها، يعني شريتي شي حاجه ما عندكش فلوسها، هنا ملي كتشريها ما عندك فلوسها راك غتخلصي اكثر. لهذا بعدو على هذا النوع ديال الاشهارات وديال الشراء. دابا حنا دخلنا بالمذكره وصدقنا نتكلموا على العجز. الناس اللي ما كتبغيش تدخل في عجز مالي
لانها نفقت كتنفق نفقاتها اكثر من الدخل ديالها، الدخل هنا والنفقات هنا. هذا غلط كبير، هذا غلط كبير عند بزاف ديال الاسر، عند بزاف ديال الناس، بزاف ديال المغاربه كيصرف اكثر من اللي كيشد. علاش؟ لانه كيكريدي عليه مول الحانوت، هو ما حاسبش، كيحسبش كيقول لك راه 4000 درهم مخلص الكرا، مخلص المدرسه، ومخلص الاكل. مول الحانوت راه كيسال شويه، نعطيه شويه هذا الشهر. مول المخبزه مثلا كيسال، الفارماسيان كيسال، خويا كيسال، من تعمي كتسال، وهكذا وصافي. ما حسبش هو هذاك الشيء كامل كيتسال شحال كلا في الشهر. ملي كتحسبي تشدي المذكره اللي قلنا اليوميه كتكتبي فيها في اخر الشهر اللي هو هاد الايام هذه، تراجعي حساباتك غتعرفي شحال صرفتي في الشهر. سجلي اللي دفعتيه فلوس، واش سجلي اللي جبتيه، وكريدي حتى هو شدي داك الكارني ديال الكريدي. اي حاجه عندكم كريدي شدوا وحسبوها وراجعوا هذوك الاموال وشوفي شحال عندك هاد الشهر. لقيتي نفسك كتصرفي اكثر على الاكل والشرب، اكثر من 30% الاكل والشرب والنظافة الجسم ونظافة البيت، اكثر من 30% من دخلك، او وصلتي ل 30% من دخلك، عرفي عنك مازال ماشيه في الخطأ. لأن الانسان يقدر يعيش باقل من 30% اكل شرب نظافة جسم ونظافة بيت. هادشي اللي كنتكلموا عليه، نظافة جسم ونظافة البيت راه داخله فيها يعني الحمام ديالنا، الحلاقه باش كيتحل، يمشي الزوج او الابناء يقطعوا شعرهم، لانه تقطيع الشعر للرجال وهذا، ويقادوا المستاش ديالهم ويقادوا اللحيه ديالهم، وخاصه المستاش، لانه المستاش الا فات على الشفايف راهي ماشي محببه في الدين الاسلامي. دابا تشوفي شي واحد الشعر دايز على سميتو، راه ماشي غير محببه في الدين الاسلامي، يعني هذا من النظافه. اما الصالون للسيدات تمشي تقاد شعرها مثلا، دير واحد المشطه، دير شي حاجه، هذه من الكماليات، ماشي من تقطع شعرها الى طوال او عندها فيه شي مشكل ولا شي حاجه. اما باش تمشي للحماميه داخله في المصاريف، و هذيك ديال باش تمشي تصاوب شعرها لان غادي لواحد العرس او هكا، البيزير النفسيه هذيك داخله في الكماليات، خاصها تكون مع فلوس الكماليات. حبيباتي 50% من الدخل ديالنا كتمشي للسكن، كتمشي للفواتير الثابته، كتمشي للملابس ديالنا، وكتمشي فيها الرفاهية ديالنا. 50% 30% فيها هذا المصاريف ديال الأكل، ديال النظافة، الجسم والبيت. أقل، خاصها تكون أقل، يعني نوصلها 20% 25%. اللي تبقى خاصو يكون للإدخار. هادشي كامل راه خاصنا نحيدو الصدقة هي الأولى، عاد نحسبو هاد نحطو 50 30 20. راني عطيتكم واحد الفيديو بحالاش تحسبوا 50 30 20. هنا حبيباتي علاش درت لكم هاد الفيديو، بغيتكم مع بداية الشهر ماشي غير نهضروا، وبزاف ديال البنات قسمينا قسمينا قسمينا، انا راه ساهل نشدو نقسم لكم، نحط لكم غير في المنتدى، لان الفيديوهات سميتو نقدر حتى الفيديوهات نحط لكم التقسيم عادي، واخا يجيب الفيديو غير 2000 3000 مشاهده ماشي مشكل. هذا الفيديو 3000 والاخر 3000، مهم عادي، ولكن راه ماشي التقسيم هو اللي خاصكم، راه خاصكم نتوما بعدا كينتسجلوا. حتى وحده ما جاتني في الكومونتيرات وقالت لي خالتي خديجه انا لقيت راسي هذا الشهر صرفت كذا في الهري، صرفت كذا كذا، صرفت كذا في كذا، صرفت كذا في كذا، يعني ما عطاتنيش، جاتني تقول لي راجعت نفسها. كنلقاكم باغيين تقسموا كانه شي واحد دايز، قلت لي عافاك هز لي هذا الشيء، وصل لي هذه القفه للدار. ولكن هذيك القفه انت اش غديري بها؟ واش نافعاك؟ وما شتي شنو كاع فيها؟ ماك عارفه شنو فيها. شدوا الدروس من الاول،
عاد نقسموا، شدوا الدروس من الاول، سجلي باش تعرفي شحال كتصرفي في الشهر، شحال كتصرفي ديال الزيت، شحال كتصرفي ديال الخميره للشهر. الخميره ياك الخميره رخيصه، ياك الخميره شي حاجه بسيطه، يمكن نهار تعجني، يمكن تعجني مره في الاسبوع، يمكن تعجني مرتين في النهار على حسب كل واحد. حسبيها، حسبي شحال كتصرفي، ماشي غادي تجي تحسبي لي انا شحال كدير ملعقه ديال الخميره، لا، علبه ديال الخميره غادي تشديها كدير نقولوا مثلا 20 درهم، شريتي علبه ديال 20 درهم، غادي تقسميها على ثلاثه ديال العلب، وشوفي هذيك واحد العلبه شحال غتديك. الا بدا داك الشهر هنا غادي تقسمي 20 درهم على ثلاثه، وغادي تحطي الثمن ديال شحال خرج لك، 136 ريال اللي غتخرج لك الا قسمنا 20 درهم على ثلاثه. غادي نجو الزيت مثلا، كتستهلكي 4 لتر للشهر او 2 لتر للشهر، ياك بحالاش عرفتي انت واش 2 لتر استهلكتي للشهر؟ لان يعني كتهزي من البيدو 5 لتر كتخوي منه، لا، ولكن الا فرقتي في القراعي ايترو وسجلتي فتحت ايترو يوم 10 في شهر 10، سال لك ايترو يوم 20 في شهر 10، يعني ايترو داك 10 ايام مثلا، غادي تفتحي غادي ديري فتحت ايترو يوم 20 في شهر 10، يعني من يوم 10 حتى ل 10 داك ايترو، من يوم 20 حتى ل 30 غادي ايترو، يعني 2 ايترو، يعني 10 ايام اللي قبل باش نعرفوا المويه، نعرفوا المعدل 10 ايام اللي قبل تقريبا حتى هي ايترو غيكون داك، يعني 3 ايترو مثلا الشهر ديال الزيت. كتشدي هذاك البيدو بشحال شريتي كتقسميه على 5 وكتضربيه تقسمي على 5، ياك الناتج ديال القسمه ديال 5 كتضربيه في 3 غادي يعطيك شحال صرفتي ديال شحال استهلكتي ديال الزيت في الشهر فلوس ماده. هنا كتعرفي ها الخميره عندي، ها الزيت عندي شحال، مثلا نقولوا مثلا استهلكنا في الزيت 360، غنديروها بالدرهم 360، نديروها بالريال باش كلشي يفهمها، ودرنا الخميره قلنا 166 ريال. نديرو مثلا اللحم شحال استهلكنا هاد الشهر ديال اللحم، دجاج جبت مثلا دجاجه وكيلو ديال اللحم، دجاجه نقولو مثلا ب 30 درهم 600 ريال، وكيلو ديال اللحم ب 1600، 1600 غادي نقولو مثلا استهلكنا في هاد الشهر 400 درهم ديال الخضره، 8000 ريال ديال الخضره، ياك درت هنا كلشي بالريال، واستهلكنا واحد البوطه ديال الغاز. غنعطيكم غير امثال بسيطه، واحد البوطه ديال الغاز حنا هنا في الجنوب عندنا ب 44 درهم 842 درهم ولا 43 درهم، ايه نديروا الثمن ديالكم نتوما 40 درهم 800 ريال، وغادي نجمعوا مثلا هذا هو اللي نقولوا مثلا شديت الطاكسي، يعني انا مثلا شديت الطاكسي كنشد الطاكسي، غنقول مثلا 50 درهم 1000 ريال ديال الطاكسي، حنا درنا هنا كلشي بالريال، غادي نجمعوا استهلكنا مثلا هذا الشهر 12000 ريال و 526 ريال، هذه في المواد في الاكل في النظافه مثلا، واللي هي 628 درهم، هذا مثال بسيط. هنا كتقولي انا هاد الشهر صرفت على الاكل في الدار والنظافه 628 درهم، ياك ها هي اول ما والانترنت والتليفون، ها هما حسابهم مثلا نقولوا 1200 درهم، والمدرسه والسانديك وداكشي 1200 درهم، نزيدوها 628 درهم، نقولوا مثلا الطبيب 150 درهم، ياك صافي هادشي غنديرو نديرو. دابا شحال استهلكنا في هاد الشهر الدار ديالنا؟ راه ما درناه، درنا غير الضو والماء والتليفون. نديرو اسيدي عندنا 1200 درهم 628 درهم 150 درهم، هاد الشهر نقولوا مثلا عرفت شحال صرفت 1978 درهم، هاني عرفت شحال كنصرف. هنا عرفت المواد شحال داوني، عندي 3 لتر قلنا ديال الزيت، عندي قرعه ديال البوطه، عندي 8000 ريال الخضره، عندي واحد الدجاجه، عندي كيلو ديال اللحم،
هني عرفت المواد الدونية، عندي الطبيب 150 درهم، عندي المواد الضوء والتليفون والانترنت والسانديك والمدرسة ديال الدراري 1200 درهم. يعني هادو راه غير نماذج، غير أمثلة، غير أمثلة. يعني راه تجي شي وحده تقولي لا المدرسة هادشي 1200 درهم، لا راه غير أمثلة عطيتكم. هنا هذا هو مراجعة الحسابات، لهذا كنسجلوا. إلا ما سجلتوا راه ما عندكم ما ديروا في هذه القناة، نقولها لكم، لأن غنقسم لك اليوم بعد شهرين غادي الزوج ديالك غادي يزيدو 100 درهم في الراتب ديالو، غادي تقولي قسمي لي عاود ثاني، لأنك أنت ما دخلكش مخك. راه هاد الدروس عطيتكم خاص يدخل لكم التقسيم، صافي التقسيم، نتوما تولوا تقسموا روسكم. بحال واش غتقسمي؟ انت غادي ديري جوج دفاتر، واحد تسجلي فيه الصرف اللي صرفتي كل نهار بالتاريخ وبالحاجه اش تكتبيها، شريتي القزبور كتبيه ليا، شريتي مسكه ديال 4 دريال كتبيها، وواحد دفتر غتسجلي فيه امتى ركبتي البوطه، وامتى سالت، امتى فتحتي الزيت، وامتى سالة، وشحال، واش ايترو، واش ايترو وربع، واش يعني الكم، المادة، الكم والتاريخ. هنا كنعرفوا هي هذا هو اللي غادي يخليكم تعرفوا تقسموا. ملي كيجي اخر الشهر يوم 31 او 30 في الشهر، او تجلسي لاله حتى اليوم واحد في الشهر وجلسي كتبي، راجع عطي لنفسك واحد الوقيته، طفي البورطابل، طفي التلفزيون، حيدي شي حاجه التليفون باش ما يديرونجيك شي واحد، وحسبي شدي مذكرتك وراجعي، راجعي هذيك شحال ديال الزيت ثاني هذا الشهر، فتحتي ترو هنا، سالة هنا، فتحتي ترو هنا، يترو الصابون هنا، صابون هاد الحجره هنا، واحد هذيك الباكيه ديال الاريال قسمتها على خمسة، داتني الخمس ديالها او جوج خطرات هذاك الخمس ديالها، جوج علب الدوني، البوطه فتحتها هنا كملت هنا، ها عرفت شحال من حاجه دابنا. يعني هنا كتحسبي كتقولي انا كيكفيني 3 لتر للشهر ديال الزيت، لتر ديال صابون الماعون، هذا راه لتر صابون الماعون، 3 لتر الزيت، راه البنات كتبوا لي وسمعت شي سبان وشي على هذاك الزيت، بحال انا جايه من كوكب اخر، شي واحد كنمحي، راه كنمسح هذوك الكومونترات ديال السبان، راه كنمسحهم مباشره ولي، لانه ما تيتش كنستحمل، كنمسح 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 كنمسح. البارح اخر كومونتير كان اليوم مع شي عند صلاه الفجر، سيري سدي فمك، ما نعرفهاش، والسبان وعلى الزيت، علاش قلت نصحتكم نقصوا الزيت، استهلكوه بارشاد فقط، ماشي كلشي. انا كهضرت لكم غير بزاف خاصه فيديو الزيت، سمعت عليه السبان يمكن من النهار فتحت القناه ما سمعت السبان بحال هكاك. انا داكشي اللي كندير وريته لكم، بغاتو اللي هذوك الناس اللي سبوني وكاي الا تفرجوا دابا عجبكم توفروا وتخدموا على صحتكم تنقصوا من الزيوت، اهلا وسهلا، عجبكم نتوما احرار. كتعرفي هنا شحال كيديك صابون الماعون، الزيت، جافيل، عرفتي شحال كيديك. علاش هاد المذكره كنسجلوا فيها؟ علاش؟ باش تملي تبغي تمشي للهري عارفه. كاينين شي بنات جاوا قالوا لي صاوبين لنا ليس ديال الهري، واش هل يعقل نجي انا ساكنه في الجنوب في الصحراء كنتقدى شي حاجه كتصلح لي، ربما ما كتصلح لكش انت، نصاوب لك انا واحد اللائحه ديال الهري؟ ما يمكن، انت بغات تجلسي وتصاوبي لائحه ديال الهري، انت 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 وانت صايبي اللائحه ديالك راسك، ما تسمعينيش انا وما تمشي عند شي وحده في شي قناه تقول لها صاوب لك اللائحه وجدول الاكل وداكشي، راه ما كاينش شكون غيصاوب لك. انا لاله كنبغي طاجين ندير فيه اللوبيا، انت ربما ما كتبغي اللوبيا، نجي نصاوب لك انا جدول ديال الاكل انت، واد زعما كاين ونجي نصاوب لك اللي لا انت اللي غتعرفي. غادي نصاوب اللائحه ديال الهري، انا ما كنبغيش لي باط ما نسجلهمش، ما كنبغيش السميده الغليظه كضرني ما غنسجلهاش، ما كندير حرشه ما كندير ما غنسجلهاش، هكذا كتعرفي لا ليست ديالك. انا ما كنشريش نيدو ما كيعجبنيش، شو هادو نتوما ملي كنهضر على الناس، انا خديجه كنشري نيدو ما كنضياش بزاف الحليب الطري كنصاوب به الياقوت،
كيما شفتوني كنصاوب كنشري نيدو، كنشري صابون الماعن الاقتصادي، كنشري شامبان وجيل دوش اقتصادي، داكشي الاقتصادي كيصلح لي انا. انت ما يصلح لك شي وحده كتشري شي حاجه ارخص. كاين البنات اللي عندهم لي ماغازان بحال بيم وبحال تقادا وبحال فيهم اشياء مالك سير سير تلعب سير فيهم اشياء ارخص من عندي انا في الجنوب. لهذا كل واحد كيعرف لا ليست ديال الهري ديالو وكيعرف لا ليست المينو ديال الطعام ديالو جدول الطعام ديالو. ما كاينش حتى واحد غيصاوب لكم جدول ديال الطعام، حتى اللي صاوبته لك انا غتهزي منه جوج حوايج غيعجبوك الباقي ما يعجبك، يعجبوك ثلاثه الباقي ما يعجبك. لهذا كاين اشياء راه نتوما اللي غادي تصاوبوهم، وحتى الميزانيه نتوما اللي غتفرقوها. مثلا انا راجل كيبغي اللحم ما كيبغيش لاداند، وانا غندير لك ديري لاداند وديري الدجاج ديري غير 200 درهم للشهر. انت اللي عارفه كاينه كاع هي اللي ما كتشري اللحم ما كيضرها. لهذا حاولوا تقسموا المصروف، غير ديروا الدفتر ديال شحال كتستهلكي باش هاد الدفتر كتسجلي فيه انت فتحتي الحاجه وانت تقادات وانت فتحتيها. كتجي في اخر الشهر كتشوفي شحال ديال الزيت من يوم 1 شهر 10 حتى 30 شهر 10، شحال ديال الصابون الماعن، شحال ديال الدقيق، شحال ديال الخميره، شحال. راه ماشي صعيب لان هذيك دارك هذوك فلوسك. الا انت عجزتي باش تسجلي ما كلاش تدخلي هاد القناه. البنات بالنسبه للمذكره اللي نسجلوا فيها اليوميا شنو صرفنا، جوج دريال 4 دريال 5 دريال 10 دريال 20 درهم 50 درهم 10000 ريال، كتجمعيها كامل هذه. ولكن ماشي غير تجمعي كامل الطوطال، لا كتجمعي الطاكسي كامله مثلا، كتجي كتجمعي القزبر شحال القزبر شحال القزبر شريتي هذا الشهر، من يوم 1 حتى 30 شحال ديال البوطات شريتي، من يوم 1 حتى 30 شحال ديال الخبز شريتي، وكدير كل حاجه الحساب ديالها. كتجي كتجمعي الخبز عندي فيه 150 درهم مثلا شريتها، الحليب ومشتقات الحليب عندي فيهم 50 درهم مثلا شريتها، وهكذا اللحم عندي كذا شريت، القزبر عندي كذا. كاين الناس اللي كتقدم الهري والخضره دايره ليها الظرف وديرها، ولكن الفلوس كيمشوا ما عرفوا فين مشاو. علاش؟ لانهم ما كيسجلوش، كيخرجوا جيعانين، خرجوا قبل ما الكوتي الوقيته ديال الكوتي خرجوا، شافوا لي كلاص عجبوهم، شافوا الحمص عجبهم، شافوا الببوش عجبهم، شافوا العصير ديال القصب عجبهم، شافوا الهنديه عجبتهم، لانهم جيعان خارج جيعان من دارو. وشرا شرا شرا من هنا كامل، شري كرموصه من هنا، هنديه من هنا، مسكه هنا، حلوه هنا، بيمو هنا، زيت زيت زيت، حتى الاخر الشهر كيقول انا فين مشاو الفلوس، لانك انت ما ملتزمش بالقاعده ديالي قبل ما تخرج كل شدي واحد البراد تاي كبير، شدي واحد الطبسيط ديال الملوي او الخبز والزيت والزيتون وعرقوها مزيان ومسحي فمك وقولي الحمد لله ولبسي حوايجك مزيان وتقادي وخرجي. هنا الناس ما كتشوفش كرشك فيها، كتشوف شنو لابسه شنو دايره كيفاش كتهضر علاش كتهضر ثقافتك افكارك واش عندك باش تفيدي الناس، الاخلاق ديالك الادب ديالك حسن الخلق ديالك. اما شنو كليتي وشنو شربتي الناس ما كتشوفو. اللي دخل الكاش راه خارجه، الا كليتي المشوي وصاحبتك انتي حاطه المشوي وصاحبتك جات عندك، ولكن قبل ما جاتك عرقتها مزيان عدس هذاك المشوي ما غادي يهمها. سمحوا لي كاميرتي سكتت ومشيت خدمتها وجبت الماء نشرب. كيف قلت لكم معرقتها مزيان عدس ما غادي يهمهاش داك المشوي. ملي كتكونوا شبعانين اللي داخل الكرش خارجها، ماشي ما كيهمكش شنو كلتي وشنو شربتي. ثقفوا انفسكم ثقافه شامله. كاين الناس دابا اللي تلقاي تجلسي معاهم مثقف، ولكن كيجي عند بعض الاشياء كتلقايه يعني بحال شي حاجه خاويه عامره واحد البلاصه كي خاويه. خاص الانسان يكون مثقف ثقافه شامله في كل الاشياء. هنايا غادي نرجع لكم واحد الحاجه اللي هي مهمه جدا جدا جدا، وقلتها ولكن ما قلتهاش بزاف في الفيديوهات ديالي. هضرت على قاعده 6 شهور ولكن ما هضرت لكم على قاعده شهر. قاعده شهر هي خاصك الخلاص ديال شهر 10 تصرفيه في شهر 11،
ماشي كيخلص الديون ديال شهر 10. هذه هي اهم قاعده في الاقتصاد، وفي باش تضبطوا المصروف ديالكم. دابا كل وحده فيكم هاد الشهر تراجع نفسها وتكتب لي في الكومنتيرات واش الراتب السالير الشهريه الخلاص ديال شهر 10 واش رتبته في الاظرفه لشهر 11 والله رجعت خلصت به شهر 10 او النص لشهر 10 لشهر 11 والنص خلصت به شي حاجه ديال شهر 10. خاص ملي يدخل الراتب دابا ديال شهر 10 يخلص الفواتير ديال شهر 11 ويتفرق على اساس باش يصرف على شهر 11. دائما الراتب اللي كتشدي في اخر الشهر خاصو يمشي للشهر هنا. علاش هنا؟ لانه كيكون ماشي معاك الشهر كامل. اما الا رجع الطريق راه غادي يخليك تمشي بوحدك. الا كنتي بوحدك ما كتكونيش خايفه، غادي تخافي من الفشل، غادي يجيني شي حد، غادي نمرض، الفواتير ما خلصوش، ديال هذا الشهر خلص الفواتير السابقه. هنا كيكون واحد مرض. ما تصوروش هاد السيمانه انا شحال مرضت نفسيا، مع اني كان عندي هاد السيمانه بزاف ديال الاشغال. خدمت هاد السيمانه طلبيات ليل ونهار، كان عندي طلبيات، كاين بعض الليالي نعس فيهم ثلاثه د السوايع، كنعس من السبعه حتى لتسعود، العشره تسعود. حبيباتي، ورغم ذلك نفسي كنعس مديرونجي. علاش؟ لانني تلقيت واحد الرساله على الجمايل من واحد الراجل متبع القناه وما كيكتبش، ورسل لي على الجمايل واستاشرت معاه، قلت لي غنحط، ما نقول سميتو، ولكن غنحط الموضوع ديالك. قال لي هاني حطيه باش يكون عبره. حاول الانتحار هاد السيمانه البنات، حاول ينتحر بسبب الديون، ماشي على الدار، على السياره، واخا هي راه حرام، ماشي على هادشي. الديون غير في الكماليات. قال لك كيخرج هاد الشهر اللي كيصرف دابا، مثلا تخلص شهر 10 راه كيخلص شهر 8 وشهر 7 وباقي ما وصل شهر 9 شهر 10، وهادو غير الفواتير. اما قال لك الفاتوره ديال الضو ديال التليفون ديال سميتو، التليفون حتى يقطعوها ولا الانترنت، الضو والماء وداكشي، كل شهر عليه، عنده دار، عنده خطيه 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 على خطيه. راه السيد حاول الانتحار. شغنقول لكم، راني مرضت نفسيا. والسبب قلت له يعني علاش توصل لهاد المواصل، بغى باش يبان، المرا بغات تبان، لا صاحبتي شرات، اختي دارت، راجل اختي دار، استغفر الله العظيم الكريم. انا قلت لكم غير مختطفات من القصه ديالو. يجي ان شاء الله الا بغيتوا القصه كامله قولوها لي، قولوها لي باش هو عطاني الضوء الاخضر، غير سميتو ما نجبدها والمدينه ديالو ما نجبدهاش. قولوا لي ونقول لكم القصه، نحاول نغير بعض الاشياء ونعطيكم القصه ديالو. الحمد لله نقص من فكره نقص، اقسم بالله الا قال لك جوج خطرات مشى بغى ينتحر هاد السيمانه هذه، وعنده الدراري. تصوروا راه يعني ولينا في واحد سميتو، ولا الشهوات ديالنا في الشرائيه والعدم اللامسؤوليه ديالنا والتخبط في القاريين وعندهم شهادات ولكن والو، لا حول ولا قوه الا بالله. اي حنا
كنشنقوا راسنا كنديروا. الا جا شي واحد قالك شي مشكل كتقولي دعيتوا لله وراسك، لما غتدعي راسك؟ لهذا حبيباتي ام راني دخلت لكم في عده مواضيع، ربما البعض غادي يقول كنهضر كنخربق والهضره ديالي ماشي، لاني انا الصراحه مرضت نفسيا. مرضت علاش؟ ماشي مرضت، ولكن يعني التفكير ديالي هذا الاسبوع كان مشوش، ولاحظتوها على الفيديوهات ديالي. نسيت واحد، نسيت فيه السلام، تاني ديال سلسله حمتي في داري نسيت، عاودت واحد المقطع ديال الصوت في الاخير الا انتبهتوا فاش كنت كنسمع وانا خدامه، سمعتوا نفس المقطع عاودت جوج خطرات، والكاميرا درتها تصور واحد البلاصه ما صورت، واحد البلاصه دارت لي واحد الفيديو ما بغى يخدم. عافاكم الله يجازيكم بخير، ضبطوا المصروف ديالكم اللي بغاو البنات المهتمات، ضبطوا المصروف ديالكم، سيروا سجلوا شحال صرفتوا هاد الشهر، هاد الشهر 10، واجوا ملي تعرفي شحال صرفتي دخلوا كتبوا لي في القناه. انا ما بغيت، ما يهمنيش الارقام، كيهمني نشوف نتوما بعدا كاين واش كتهزوا الدروس ولا لا، واش كتهزوا هاد الدروس ولا لا. الا ما كتهزوهم راه ما غاديش تلقاو على الانترنت شي واحد حط لكم تسجل المصاريف اليوميه، دوروا الانترنت حتى تعياو، قولوا لاي واحد قولوا ليه اللي بغيتو. ما كايناش نهائيا عند العرب شي واحد قال لك سجلي النفقات ديالك اليوميه قبل هاد القناه هذه، ما كاين حتى قناه قبل القناه هذه قالت لكم تسجلوا فين تفتحتوا الشامبان، فين تفتحتوا جيل دوش، فين تفتحتوا البوطه، فين تفتحتوا الزيت، وفين تكيتقاد. ملي تبعي هاد القواعد هادو ديال الدروس ديالي هذيك الساعه انا نكمل. ولكن باش نلقاكم نتوما كديروا غير فواحد الحلقه فارغه ديال قسمي لي المصروف، قسمي لي المصروف، انا عندي كذا، قسمي لي المصروف، انا عندي الديون، وهل كان الشراء وغير كنشري وما عرف كيجي الشهر. انت عرفتي المشكل وما بغيتي تحليه، ما عندي انا ما ندير لك، ما عندي ما نحل لك، عرفت المشكل ديالكم ولكن ما بغيتي تحلوه. انا ما غاديش نجي نصرف لكم في داركم. شوف شي وحده اللي بغات تعطيني اللي كنشد في الطلبيات واللي كنشد في اليوتيوب واللي كنتخلص، وتجي تبقى تجيب لي شي واحد يدير الميناج في داري، يمشي عندها للدار ونقاد ليها المصروف ديالها الشهر كامل، بقى معاها من يوم واحد حتى يوم 31. ما حلينا المشكل اصلا، ما كاينش شكون غيعطيني هاد المبلغ هذا، وما كاينش شكون اللي غادي يقبلني عنده في الدار باش نقاد له المصروف ديالو. لهذا حبيباتي عاونوا انفسكم البنات، اذا ما ساعدتوا انفسكم راه خدجه ما غادي تهزكم من الوحي. بغيتي تخرجي من الوحي، بغيتي توقدي، بغيتي تحيدي من الكريديات، بغيتي ديري دارك، ما بغيتيش ديري دار، بغيتي تشري ياخت، بغيتي تمشي للمالديف، بغيتي تمشي للكاب فيغ، بغيتي تمشي لكندا، بغيت، ما يهمني انا، المهم يهمني انا تكوني سعيده، تكوني مرتاحه. بغيتي تمشي للحج، بغيتي تمشي للمدينه المنوره، بغيتي تمشي عمره، بغيتي تمشي سياحه، كتهمك، ولكن انا غنكون سعيده. الا دخلتي قلتي لي انا سعيده الحمد لله ما عندي مشاكل ماديه، ما عندي حتى شي حاجه، غير دخلت نشوف الفيديوهات ديالك مزيان. ولكن يوميا انا بغيت المصروف يتقسم، انا بغيت المصروف يتقسم، انا اشنو كحفظتي من القناه؟ شنو راجعتو؟ عطوني شي فيديو راجعتوه مزيان. كاين اخوات كتبوا لي درنا الزيت ملعقه وما صدقناش على انها صلحت، درنا الكسكسو عبرناه بالكاس وجا هو هذاك، عبرنا اللوبيا بالكاس، عبرنا العدس، عبرنا يعني ماء الصابون درناه، داكشي ديال الاقتصاد دارت وكاينات. ولكن ملي كترجعوا كتلقاو خمسه هكا، وحده قسم لي المصروف، خمسه وحده قسم لي المصروف. انا بغيت نقسم لكم المصروف، ولكن بغيت، انا ما بغيتش نعطيكم سمكه، بغيت نعلمكم الصيد والسمكه. اما السمكه راه ساهله، غادي نقسم لك المصروف ونمشي وندوز، حتى ما نقول لك حتى بالسلامه، نقسم المصروف ونمشي. وشحال من وحده كنقسم ليها المصروف حتى هي كما كتقول بالسلامه، ماشي مشكل، ولكن ومن بعد غتستافدي، وراه بغيتك تستافدوا، بغيتكم تستافدوا حبيباتي. اما راه باش نجي نحط الفلوس راه غادي نقدر دابا نطلع ونجبد لكم المصروف ديال هاد الشهر، خلاص راني تخلص انا هاد الشهر، الكرا هو اللي باقي ما كنشدش، غادي نجي ونحط نقول لكم هاي زدت لهاد الظرف هذا، وهاني زدت هنا، وهاني زدت هنا، وتشوفوا عاوتاني الفلوس وصافي، والفيديو يجي عاوتاني المشاهدات ونمشوا. لا بغيتكم تستافدوا، لهذا درت هاد الفيديو المذكره، طلعت لكم السر واحد الافطار
قديم ديروه سجلوا فيه المواد اللي كتستهلكوا في الدار فين تفتحتوها كتبوا عليه المواد ديال الدار واحد المذكره او دفتر ديروه للمصاريف اليوميه اللي دارته من قبل تراجع وتشوف واللي ما دارته تبدا ديروا معانا وني بكم وراني نحبكم كاملين.